ومواكبة لهذه العملية، عملية مرحبا، كان معنا في نشرة سابقة فتح البوزيدي مفاد ميديان تي في إلى ميناء طنجة المتوسط، حيث وضع الحدث في سياقه العام. تستأنف عملية مرحبا اليوم بنفس وزخم جديدين. كما تفضلت، توافد العديد من المسافرين من الضفة الإسبانية نحو المغرب، وشهدنا منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم دخول سفن وبواخر محملة بأعداد من المسافرين، لا سيما قادمين من الموانئ الإسبانية، تحديدا من ميناء الجزيرة الخضراء. الأكيد عملية مرحبا هي من أضخم عمليات العبور حول العالم. هنا بميناء طنجة المتوسط تمر بأجواء استثنائية، بأجواء جيدة جدا بالنظر إلى الترتيبات والاستعدادات التي أجريت من طرف جميع السلطات المتدخلة. ميناء طنجة المتوسط وحسب السلطات المينائية من المتوقع أن يستقبل أعدادا كبيرة من الوافدين على المغرب، تقدير يعني 1.5 مليون مسافر من المتوقع أن يدخلوا إلى تراب الوطن هذه السنة ضمن عملية مرحبا. هذا المركب المينائي الكبير الذي يستأثر 50% من حصة العبور التي تمر عبر مضيق جبل طارق. إجرائيا وعلى المستوى اللوجستي، السلطات المينائية قامت بتسخير وتعبئة موارد بشرية مهمة، كذلك قامت بإحداث مرافق اجتماعية وصحية جديدة. علاوة على كل هذا، تم تعزيز الأسطول البحري بين طنجة والجزيرة الخضراء أو الخزيرات لتصل الطاقة الاستيعابية إلى أزيد من 40,000 مسافر و10,000 مركبة، خصوصا خلال أيام الذروة، وهذا رقم كبير جدا. نبقى في ميناء طنجة المتوسط ونتابع هذه التوضيحات لكمال خماس مدير ميناء طنجة المتوسط للمسافرين. انطلقت اليوم عملية مرحبا 2022 في ظروف جيدة، وكالعادة تم اتخاذ تدابير خاصة، حيث قمنا بتعبئة أسطول بحري مهم اللي غادي ينقل حوالي 40,000 مسافر و10,000 سيارة يوميا. هذا بالنسبة للخط البحري طنجة المتوسط ومدينة الجزيرة الخضراء، كما أن قمنا بتعبئة سفن بالنسبة للمدى الطويل بطاقة استيعابية لتوصل حتى 20,000 مسافر و2,000 سيارة أسبوعيا. كما ميناء طنجة المتوسط قام بتعزيز التدابير من حيث الموارد البشرية وكذلك الموارد اللوجستيكية اللازمة لنجاح عملية مرحبا 2022، وذلك بالتعاون الوثيق مع جميع الشركاء المعنيين بهذه العملية اللي هم المديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الملكي، الجمارك، وزارة الصحة، السلطات المحلية، القوات المساعدة، وبتنسيق مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن.